فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هل المؤمن لديه شركيات؟ ما يؤمن أكثرهم بالله، هذا توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية. فالكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يكفرون بتوحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.